وأوجه أبصاركم إلى الخطيب الأخير من عن المنافسة باللغة العربية محمد خزيمة، فليتقدم نحو المنصة مشكور. الحمد لله، الحمد لله ذي المنن والآلاء والعز والكبرياء، المستحق لأعظم الشكر وأجزل الثناء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المنزه عن الأنداد والنظراء والأمثال والشركاء. أوجب على الأمهات والآباء حسن تربية البنات والأبناء، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، إمام الحنفاء وقائد الأصفياء، وأفضل من قام بالتربية والإصلاح والبناء، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأوفياء وصحبه الأتقياء ومن تبعهم بإحسان ما دامت الأرض والسماء. أما بعد، سماحة رئيس الحفلة الوقور ولجنة التحكيم المؤقرة، الأساتذة الكرام، الطلبة والحضور الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة دار السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السامعون المحترمون، حضرت بين يديكم لألقي كلمة وجيزة عما يجب على الأمهات عن أبنائهم في ضوء السيرة النبوية محمد صلى الله عليه وسلم. فالحقوق الواجبة على الآباء كثيرة، أعظمها تعليمهم أبناءهم بكتاب الله عز وجل. فقد أخرج أبو داود عن سهل بن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن وعمل كما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة، ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيه. فما ظنكم بالذي عمل بهذا؟ فضلا عن تكريم الله لصاحب القرآن وأبويه يوم القيامة على رؤوس الخلائق. فعن بريدة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس، ويكسى والديه حلتان لا يقوم بهما الدنيا، فيقولان: بما كسينا؟ فيقال: بأخذ ولدهما القرآن. رواه الحاكم. ومن واجبات الوالدين ألا يرزقوا أولادهم إلا في هبة من الكسب الحلال، فما يغذى به الأولاد ينبغي أن يكون حلالا، لأن أكل الحرام يمنع إجابة الدعاء، لما في صحيح المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أكبر يمد إليه إلى السماء فيقول: يا رب يا رب، فمطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وكل يد حرام، فأنى يستجاب لذلك؟ ولله در الشاعر، فأحسن ما قال القائل: قد بال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم أطفال، قد بال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم أطفال، حسن وحسين وابن الزبير والو. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.